جامعي تونسي. الروبوت قادر على الامتثال لإشارة المرور، ويمكن استعماله في استكشاف الأماكن الصعبة والبعيدة وتحديد مسافات الأمان. رغم بساطة تصميمه، فقد تمكن روبستي من إحراز المرتبة الثانية عالميا في إطار البطولة العلمية للآليات ذاتية الحركة التي أجريت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس. وكانت تونس أول دولة عربية مشاركة في هذه المنافسة التي جمعت عددا من جهابذة العلوم والتكنولوجيا في العالم. هذه كانت أول مشاركة لفريق عربي وإفريقي في هذه الدورة اللي هي الدورة العاشرة مثل المسابقات هذه، وما كانتش سهلة بالنسبة للطلبة متاعنا. هذا الرجل الآلي ذاتي الحركة قادر على الامتثال لإشارات المرور، وذلك بفضل البرمجيات المحمولة على متنه والتي تمكنه من التقاط الإشارات ما تحت الحمراء أو فوق الصوتية. الرجل الآلي هذا حاليا يستعملوا فيه استكشافات الكواكب أو الأماكن الصعب الوصول إليها، مثلا بالنسبة لقطاع السيارات. السيارات الحديثة فيها تقنيات متطورة تمكن من الأوتوماتيك باركينج مثلا، أو تمكن من قياس مسافات الأمان، اجتناب الحواجز. الفريق الجامعي التونسي تنافس مع فرق علمية عالمية من فرنسا والمكسيك وكوريا، وكانت النتيجة مشرفة جدا. وهو يستعد للمشاركة في البطولة القادمة المزمع تنظيمها في روسيا، أملا في الحصول على المركز الأول. من المدرسة العليا للتكنولوجيا والإعلامية التابعة لجامعة 7 نوفمبر بقرطاج، كريمة خضر، NBC. ونصل للتذكير.